بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. الاكل متعه من متع الدنيا، وناس كتير قوي عارفين مدى حلاوه المتعه دي. كتير بقى بنسمع السؤال الشهير اللي احنا يعني دايما بنقوله بنردده في كل حته، هو احنا بناكل عشان نعيش ولا بنعيش علشان ناكل؟ ساعات بحس في كتير من الحالات اننا بنعيش علشان ناكل. فمثلا لما بنعمل عزومه بتلاقي العيشه كلها بتتمحور ومنصبه حوالين العزومه دي. طيب يا ترى هنعمل في العزومة دي أكل إيه؟ ده قبلها بقى بكتير نقعد نفكر، طب وهنكلفها كام؟ نحط لها كده بادجت لوحدها كده. والست تيجي تقف في المطبخ من قبلها بيوم على الأقل، ما كانش قبلها بشوية يعني، عشان تحضر للعزومة، وبعدين تعمل أكل يقضي شرايحهم كله، وترجع تقول لأ أنا حاسة الأكل قليل، فتزود كل شوية، تزود صنف أو صنفين. الناس اللي معزومة بقى بتعمل حسابها إنها هتدبها، فتبتدي ما تاكلش قبلها بسبع ساعات على الاقل عشان تفضي مكان وتوسع السكه لتوليفه الاصناف اللي هتدخل بالجمله، وتزاحم وتتسابق عشان تملى المعده. وهم جايين العزومه بيفكروا في الحلو اللي هياكلوه بعد الاكل، فتلاقي كل واحد فيهم داخل بعلبه كرتون مربعه مليانه بخيرات السمنه البلدي والكريم شانتيه وموس الشوكولا. وغالبا الحلو مش بيبقى له مكان طبعا بعد ما المعده بتتملي عن بكره ابيها بالمحاشي والرومي والبشاميل وخلافه، انما لا ما ينفعش ما نحليش. ازاي بقى ما جاتش على حته التورتايه ولا خرطه البسبوسه؟ اتفسها جنب اخواتها في المعده ولا يهمك، مطرح ما يسري يمري. وبعد الاكله الحلوه دي اللي اصحاب البيت ممكن يعيشوا عليها 3 ايام والاكل مش راضي يخلص من كتره وكمياته، اللي اتعزموا بقى لازم يردوا العزومه، فنقوم ندخل في الدوره دي بنفس خطواتها من اول وجديد، وبعدين نرجع نقول احنا بناكل عشان نعيش. لا، بالمنظر ده احنا عايشين عشان نصرف الفلوس اللي بنكسبها على متع الحياة، واللي معظمها وكلها فيها أكل. الخروجات فيها أكل، السفر فيه أكل، الزيارات لا يمكن تخلى من الأكل، وبالتالي احنا معظم وقتنا عايشين عشان ناكل. إنما الوحيدين اللي يقدروا يقولوا إن احنا بناكل يعني عشان نعيش to survive زي ما بيقولوا، هم اللي بيعانوا من النحافة الشديدة. تلاقيهم ممكن يعيشوا على بقسماطايه ومعلقتين رز ونسيرة فرخه، وتقولك مش قادره ده انا كلت كتير قوي قوي النهارده. واحده صاحبتي من البنات النحاف اللي هم دايما بيروحوا لدكاتره الرجيم عشان يتخنوا، فلقيتها مره جايه تعبانه جدا وتقلانه كده، وهم بتقول لي ايه اصلي عكيت امبارح في الاكل. يعني استغربت عكيتي ازاي؟ قالت لي كان في العيد كلت كحكايه بعد الغدا فكانت تقيلة عليا يعني فتعبانة، كانت كحكاية بعد الغد. لا تعليق، لأنه مش يعني انتوا عارفين طبعا احنا بناكل الكحكة في العيد بكميات قد ايه. النهاردة لأول مرة في برنامجنا هنعمل نظام غذائي متكامل للغلابة يعني اللي ايه اللي يدوب بياكلوا عشان يعيشوا لزيادة الوزن، اللي بيعانوا من النحافة طبعا ياريت يتابعوا حلقتنا النهاردة، والتخان يمتنعون عن نوعية الأكل دي، إنما ممكن يتفرجوا ويسألوا الدكتور ماجد زيتون أي سؤال خاص بالتخلص من السمنة، بس بعد فاصل قصير.